بسم الله، اهلا بكم مع معلومة جديدة وفيديو جديد من قناة مصادر الحياة، والتي تهتم بكل جديد ومفيد للعقل والجسم والروح. والنهاردة معنا فيديو بعنوان سوف تعجب من اين جاء اسم جوجل، طبعا محرك البحث الشهير جوجل. الحقيقة ان اسم جوجل لم يكن بهذا الاسم عندما اقترحه الاثنين اللي هما لاري بيج وسيرجي بيرن. كان الهدف من ايجاد محرك البحث ان يبحثوا على موقع او يكونوا موقع للربط والبحث بين الكم الهائل من البيانات والمتواجدة على شبكة الانترنت والمتزايدة بشكل يومي. فاصبحت الفكرة والطريقة موجودة، ولكن اسم الموقع اللي مطلوب انشاؤه لم يستطيعوا ان يختاروه. فاقترح سيرجي بيرن تسميته بجوجل جوجل بليكس. ورأى لاري بيج ان اختزال الاسم الى جوجل ده افضل، جي او او جي او ال، فوافق سيرجي على ذلك. وكلتا الكلمتين اللي هي جوجل بليكس او جوجل دي بتعني رقم كبير جدا، يعني تعني واحد وقدامه 100 صفر. فاختاروا هذا المصطلح الرياضي ليكون معبر عن الربط بين الكم الهائل من المعلومات الموجودة على المواقع في شبكة الانترنت. فالهدف من محرك البحث هو موقع تستطيع ان تجد ما تبحث عنه في مكان واحد، يعني يربط كل المواقع وكل المعلومات في موقع واحد. طبعا بعد ما اتفقوا على هذا كان مفروض ان هم يجيبوا دومين للموقع علشان ينشئوه، ولكن الكلمة تحولت الى جي او او جي ال اي. طيب ازاي تحولت الى جي او او جي ال اي بعد ما اتفقوا على هذا المصطلح اللي هو جي او او جي او ال؟ هما الموقع معروف دلوقتي ان هو جي او او جي ال اي، هو المفروض ان يبقى جي او ال. ده كان لها قصة مصادفة، ان طبعا اتفق الرجلان على هذا الاسم، فذهب سيرجي الى الكمبيوتر علشان يبحث عن الدومين هل الاسم ده موجود او حد حجزه، فاخطأ في الكتاب فكتب جي او او جي ال اي، وهو المفروض ان يكتب جي او او جي او ال، كتب ال اي دوت كوم. هو بحث لقى الاسم الدومين غير محجوز، فبص للاسم عجبه الاسم انه احسن من جي او ال، بقى جي ال اي. قرر طبعا عرض الامر على زميله سيرجي فوافق وحجز الدومين، وبدأ العمل بهذا الموقع في 15/9/1997، وذلك اصبح اكبر موقع يعرف في البحث، وهو موقع شهير. لو خدنا معلومة عن سيرجي لارج، هذا الرجل هو كان يعني مغرم بالكمبيوتر منذ صغره من 6 سنوات، لأن هذا الرجل ولد أبوه وأمه يحملان دكتوراه في الحاسوب، فترعرع وتربى في يعني عائلة تعشق الكمبيوتر والحاسوب، وهو من المليارديرات في العالم، وتقدر ثروته بحوالي 15.7 مليار دولار. إذا عجبك المعلومة والفيديو لا تنسى إنك تضغط لايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة. وإلى أن ألتقي في معلومة جديدة، لكم مني كل الحب والتحية، ودائما إلى اللقاء.